ريفرش سيزن 10. انتي ما شفتيش كاتب؟ لحظة تعالوا تعالوا شوفوا. اسكوزمي صاير ايش صاير ايش صاير ايش صاير بتويتر؟ مو قادر افهم مو قادر افهم مو قادر افهم. عطونا موجز تويتات الفنانين. جاهزين؟ يس. نبتدي بالتويت الاول اللي يقول فاطمة الصفي: قمة فرحتي لما ينادوني بمجنونك. مجنون بس هذه أغنية حمود ناصر. يا غير الناس وأحلاهم أنا كلي فدا عيونك، قمة فرحتي لما ينادوني بفاطمة الصفي. ها ها بمجنونك يعني المفروض يعني المفروض المرة الجاية لما تنزل بمسلسل عشان نخليها بقمة فرحتها. بطولة مجنونك. بطولة مجنونك. مجنونك لا. لازم بس لازم. منو اللي بالهذا؟ منو؟ قلب حب أسود. ما أدري منو يا رب. ما منو لازم نعرف منو. فاطمة قولي خلاص صايرة وايد تنغزين خلاص وتكتبين أشياء وبعدين يقولها بتتزوجين تقول لا. زين منشن عادي حرف يمكن في جيتها يعني يمكن أمها يمكن خالتها يمكن. دانا بس يسعدني أقول لك أن شامتك ذابت. حلوين. تظنون التويت مقصود؟ يس واضح. أوكي شفت لي يس الشام من قلب. تحياتنا لك مجنونك الصفي. اسكوزمي أروح حق التغريدة الثانية. لطيفة تونسية تقول: هو صحيح شيء مكلف ومرهق ماديا ومعنويا، ولكنني فخورة بأن أكون مالكة لكل أعمالي أوديو وفيديو ما عدا ألبوم ما تروحش بعيد الذي بعته لعالم الفن. هاشتاج الحمد لله هاشتاج مشواري الفني. يعني قمة الكبرياء والاعتزاز والكذي الفخر. إيه الفخر حيل حيل إن هي مسؤولة ماديا عن كل أعمالها. هاشتاج الحمد لله هاشتاج مشواري الفني هاشتاج. بس دقيقة أي أدري هذا بالفرنسي. هذا بالفرنسي. السؤال شمعنا الحين يعني شمعنا الحين صرحت بهالشيء؟ مقصودة عقب قصة إليسا اللي قاعدة تصير شك وليش إليسا؟ لأن الحين قاعدة تصير معاها مشاكل على أن أغانيها الناس ما يلاقونها بيوتيوب ما أدري وين يلاقونها، وكاتبة كانت مجموعة تويتات يوم الخميس أن أنا وايد متضايقة على اللي قاعد يصير وما أدري شنو، بس كاتبتهم بالإنجليزي يعني، فعلشان كذي ما راح نتطرق لهم اليوم في تويتر. ما راح نتطرق مسافة. لهم اليوم للأسف مع أن حقا للحق لازم نتطرق. المفروض أنه بس علشان نحسب الموضوع عدل هي كاتبة التويتات يوم الخميس الساعة 7 بالليل. إليسا متكلمة عن نفس الموضوع بأن أغانيها اللي هي ملك أحد شركة الإنتاج فيه عليها مشاكل ولوية وممسوحة من يوتيوب وغيره يوم الخميس الصبح. فهل هو دس السم بالعسل ولا هي فخورة ومرتاحة أنها ما قاعدة تواجه نفس المشكلة وضايق خلقها على إليسا؟ ما أدري ليش الحين لطيفة كذي عشان تعورين قلب إليسا يعني؟ احنا المهم ان لا نسوي مشاكل، خلينا نقول ان هي مجرد لما شافت مصيبة غيرها هي ارتاحت. يبقى فخورة بانجازات هالمرة بس ليش كبرتوا السالفة؟ التوقيت وكل شيء بالدنيا يفرق. كل شيء بالدنيا يفرق بتوقيته، يعتمد متى قلت الجملة اللي عندك. اذا هي كان عندها هالموضوع هذا قبل فترة ليش يوم الخميس 7 بالليل قالته؟ ما كانت تقدر تقول ابشر او قبل او تسكت لليوم وتقول ما هو تمتم بكل الاحوال. اسكوزمي نروح حق التغريدة اللي بعدها. نانسي عجرم. شوف أنا وايد استغربت أول ما قريتها لتويتة. أوكي نانسي شوف شو تقول: غريب هذا الزمان أشخاص يحذرونك من فلان وتدور الأيام ويصبح فلان أعز مخلوق لديهم. أبا أنا أخاف نانسي عجرم عرفت اللي عرفهم. حتى أنا قلت كذي بعد لأن يعني مستحيل ننوس أنا وياك طحنا بنفس الموقف. أي حبيبي كلكم أكيد في شيء أكيد أنا متأكد 100% أنك صرتي بتعرفين اللي أنا عرفتهم. ترى هم ما نعرف ناس شيء صج؟ اي والله صج. لا تماشي آلاء ثقل دم ومصلحتية واستغلالية. اوف آلاء ودانا مصورين ستوري والله. أيه. وطالعين ويغنون حق بعض ويكتكتب. لا خلاص بس لا بس كافي. يصير بعين الناس الثانية حلو وعجيب فتصير انت الحين فجأة عجيب. ما يصير صج غريب يعني. بس على فكرة انا النوس بدي لك شي هيدا منه شي غريب. هيدا شيء متداول ودارج جدا عند الناس اللي بلا شخصيه. رياليستيك اصلا شيء واقعي جدا 100% للامانه. من كثر ما الموضوع رياليستيك بديش اكونت نانسي عجرم بسوي لها ريتويت. لا رياليستيك رياليستيك ايوه رياليستيك بس سهله لبستك
لا اخذها ريالستك. ريالستك. ايه رتوتلا لا ننسى لان كلامك كثير بيمثل بيمثلني خلي يمثلك ما يمثلك ايه اوكي اسكوز مي علي التغريده اللي عقبها نور الغندور عندك علاء نور الغندور حبي تقول الناس يمحون ماضيك الجميل مقابل موقف سيء منك والله يمحو ماضيك السيء مقابل توبة منك فأيومها أحق بطلب الرضا رب العالمين طبعا سبحانه 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 سبحان سبحان بس ليش ليش بس منو اللي ناكر جميلها منو في أحد ناكر جميلها ما والله الناس يعني كلها إن شاء الأمانة الأغلب الأغلب لأن عمي الأغلب إيه وايد إيه ما يصير أنا ما أحس أن أبي ألا أتعلق على الموضوع لا 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 لأن هي كاتبة شيء يعني صحيح الناس يمحون ماضينا الجميل مقابل موقف سيء اي هذا تنرفز قاعد اقول لك انا اي تو الحين استوعب انا في احد في احد اذاها في احد ضايقها عشان كذي يعني تخيلي انا كل يوم معاك اينن يوم واحد اليوم سويت معاك موقف اي نفست اليوم اليوم ما قلت لي هاي قلت لي هلا نسيتي كل شيء حلو سويت لك اياه الا نفسيه الا فعلتها تركتها 1 2 3 بس الموضوع مو كذي هي قاعده تسال ايهما احق بطلب الرضا هل نوعيه من الناس ولا رب العالمين بديهي ونعم بالله وتركي عنك هالناس يبا اسكوز مي التغريده اللي وراها كاميلا كابيو هذا عندها لا كاميلا كابيو كاميلا كاميلا كابيو ايه اوكي كاميلا كابيو تقول ريمايندر تو يور سيلف اور ريمايندر تو سيلف يو دونت هاف تو بي بيرفكت يو جاست هاف تو بي بريف Hey. صح تذكير لنفسك انت مو بالضرورة تكون مثالي ولكن بالضرورة تكون قوي شجاع 100,000 لايك تستاهل والله 35,000 والله تستاهل تستاهل لان تغريدتها يعني على الجرح وايد على الجرح صدق صدق لا جد وايد كما يا كبا توها فازت بايامي صح ايه فازت ايه. اوكي كونغراتس Be brave, dear. You're not perfect. Excuse me. علي. التغريدة اللي بعدها. التغريدة اللي سوت لويا حق نهى نبيل من أمس لليوم. أوكي. شنو صاير؟ تغريدة عليها 1122 ريتويت، 1563 لايك. إيه؟ كاتبة المرأة بعد الانفصال تحتاج فترة نقاهة ترتاح فيها. ترتب أمورها وتراجع حساباتها الرجل بعد الانفصال في سباق مع الزمن للبحث عن مرأة أخرى يغيظ بها المرأة الأولى ايه؟ من اللي عقله ناقص الحين مين أخاف أجاوب تزعل نهى ويبقى السؤال خلنا كذي لا يعني نهى وحمد قلم اثنينهم اكتبوا تويتات مستفزة ايه؟ في الويك أند صارت عليها ردود أفعال يعني غريبة وعجيبة حمد كان كاتب نكتة والنكتة انوخذت جد والناس فهموها بأن هي ردت فعل سلبية على المرأة وأن الحريم ما يوقفون مع بعض وأن النساء ما أدري شنو وغيره وغيره وحمد دش بملابسات وشد وجذب مع الناس وقال بعدين أنا أنتم متعودين عليني أنا مو كذي فراح أسكر الموضوع لهني نهى نبيل بالمقابل بالتويت مالها هذا شيشت وقاموا عليها ريايل أن مو بالضرورة أنت لا تعممين وريايل مو كلهم نفس الشيء فمن باب هذا المنبر أقول لك نهى نبيل التغريدة مالتك شوية فيها نوع من أنواع الـ 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 التعميم نوع من أنواع التعميم ونوع من أنواع توجيه أصابع الاتهام أن الرجل ما ينفصل إلا إذا لقى مرة ثانية مع أن الشرع محلل الأربع فهو يقدر يتزوج حتى في وجود المرة الأولى هذا واحد ثاني شيء شوية بينت أن عقلية الرجل هي وايد سخيفة لدرجة أنه هو بس ينفصل علشان يبي يتزوج مرة ثانية لا مخالف يعني أنا أيدها لما تكتب بعض أي مع لما تقول بعض النساء كذي وبعض أي. الرجال كذي اقول لها رتويت لا لا الى الابد صح فهمت بس لما الرجل 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 في سباق مع الزمن خلينا نقول يعني خلينا نتكلم بواقع شويه نهى يمكن انت شفتي نماذج حوالينك في حياتك بس هذه النماذج انا ما شفتها ابدا في حياتي فيعني حياتي ضد حياتك فمعناته يا كلامك غلط يا كلامي غلط إيه لأنه تعميم قاعد يصير لأنه في تعميم ونهى إعلامية ذكية شخصية مؤثرة المفروض أنها تدري بأن تغريدات نفس هذه ممكن ترد عليها باك فاير أنا بالنسبة لي مجرد خطأ في إضافة كلمة أو كلمة أنا أحس أن هذه التويتة أصلا إيه هي باك فاير فهم قصدي أي. إن إيه هي رد على أحد بهذه التويتة يمكن. إن هي مستفزة لأن أحسها هني كانت يعني كاتبتها وهي وايد متضايقة أو قاعدة تعبر عن غضبها وردة فعلها تجاه شيء أي فهمت قصدي؟ يس يا تأيدون كلامها بالتغريدة أنا ما أيد كلامها أنا مع البعض بس لا الحين الكلام المكتوب بالتغريدة تأيدينه بالتعميم هذا لا ألا
حتى لا تعيدين كلامها؟ ما أعرف أنا السوالف هذه. أوكي عيل إلى هنا وتنتهي عشرتكم اليوم حلوة. لا لا ماني حاطها. ليش؟ أقصد بطلع بريك.